نحن الآن في القاعدة 911، هذه القاعدة عقد فيها قبل قليل مؤتمر أمن الحج، هذا المؤتمر الذي حضرته كافة القيادات الأمنية هنا في العاصمة المقدسة مكة المكرمة. كان على رأس هذه القيادات التي حضرت مدير أمن الأمن العام، وهو المسؤول كذلك عن أمن عملية الحج برمتها وأمن الحجيج في مكة المكرمة، إلى جانب إدارة ومدير إدارة الجوازات ومدير الدفاع المدني وكذلك مدير القوات الخاصة والطوارئ. كل هؤلاء القادة رائد تحدثوا عن الخطط التي أعدتها المملكة العربية السعودية لتأمين عملية الحج ما قبل بدء هذه العملية، انتهاء بعودة الحجاج إلى بيوتهم سالمين عقب أداء المناسك المقدسة. وبالتالي تحدث مدير الأمن العام بأن هناك خطط واضحة تستمر فيها المملكة وتعمل فيها المملكة على مدار العام لتأمين عملية الحج، بدءا من التدريب للقوات المشاركة في هذه العملية، إلى جانب كذلك الانتشار الموسع لكافة أعضاء وقادة القوات المشاركة في عملية الأمن. هذه العملية يشارك فيها كافة الجهات الأمنية بدعم كبير، كما تحدث مدير الأمن العام من إدارة الحرم الشريف ومن القيادة في المملكة العربية السعودية. حتى هذه اللحظة كما تحدثنا هناك حملات من التوعية، هناك حملات من الانتشار للقوات. خلال الفترات الماضية نجحت هذه القوات في ضبط عدد كبير من المخالفين الذين أرادوا القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مشاعر الحج، ولكن القوات الأمنية نجحت في وقف هذه العمليات. إلى جانب ذلك هناك أيضا العديد من الجهود التي قامت بها المملكة لتسيير عمليات الحج، ومنها كذلك طريق مكة التي كانت تركيا من ضمن الدول التي تنظم فيها هذه المبادرة هذا العام. وهذه المبادرة تحديدا تضم 6 دول، هذه الدول تقوم المملكة العربية السعودية بتسهيل إجراءات الحج للراغبين في أداء مناسك الحج من هذه الدول الستة ومن مطارات المغادرة التي يغادر منها الحجاج إلى الأراضي المقدسة، إلى جانب الاستعداد والانتشار في كافة أماكن المشاعر المقدسة كالبيت الحرام وجسر الجمرات وكذلك في المدينة المنورة وفي منطقة منى ومنطقة المزدلفة، من أجل العمل على تأمين عملية الحج بحسب آخر الإحصاءات التي تحدثت بها إدارة الجوازات هنا في المملكة العربية السعودية. وصل من خارج مكة ما يقرب من 1,700,000 راغب وألف مسلم لأداء مناسك الحج، معظم هؤلاء وصلوا عبر المطارات الجوية في انتظار المزيد خلال الأيام القادمة.